مرحبا بيك من نيسير كل في قناتنا الرياضية الأولى. موعد المباراة القادمة للمنتخب الوطني التونسي. من المنتظر أن يتحول المنتخب الوطني التونسي يوم غد الأحد إلى غينيا الاستوائية، أين سيواجه منتخبنا غينيا الاستوائية يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 بملعب ملابو انطلاقا من الساعة 8 ليلا في إطار الجولة الثانية من تصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. ما تنسيش جيم على الفيديو، أبوني عشان يوتيوب بتاعنا.